فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة انقطع عنها الحيض لمدة أشهر. نعم. يقول: امرأة انقطع عنها الحيض عدة أشهر. نعم. ثم رأت أنه يخرج منها شيء لونه بني قريب من السواد، ولا تعرف وقت عادتها، فماذا تفعل علما بأنه انقطع عنها ذلك ثم عاد لها مرة ثانية؟ كما سمعتم أنه إذا عاد عليها الحيض ولو خفيفا فإنها تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها، تجلس أيام عادتها التي كانت تعرفها ثم تغتسل وتصلي إذا انتهى، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض كما يقول أهل العلم. ولقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، دل على أنها في وقت الحيض تعد شيئا، فإذا جاءتها الكدرة والصفرة في وقت الحيض فإنها تعتبرها حيضا. نعم.